بمناسبة حلول ذكرى عيد الأضحى المبارك، أتقدم بالتهنئة إلى كافة قواتنا المسلحة والأهن خصوصا في مدينة نينوى، وإلى قواتنا البطلة من قيادة عمليات نينوى والقطاعات الملحقة بها من الجيش والشرطة والحشد العشائري والحشد الشعبي الموجود في هذه المناسبة، وأتمنى من الله أن يعيدهم عليهم بالخير والبركة واليمن والسعادة والنصر الدائم. قيادة عملية نطمن أهلنا في مدينة الموصل بأننا وضعنا خطة محكمة من أجل قيام المواطنين بالتبضع والتجول إلى المنتزهات وإلى زيارة الأقارب والمساجد خلال هذا خلال فترة العيد الأضحى، ونحن جاهزين في خدمة المواطن الموصلي بصورة خاصة، وأيضا جاهزين بخدمة أهلنا في الأقضية والنواحي ضمن الحدود مدينة الموصل. وأتقدم أيضا بالتهنئة الخاصة لعوائل الشهداء الأبطال من الجيش والحش الشعبي، وإلى كل عوائل الجرحى وعوائلهم الذين ضحوا دمائهم من أجل تربة العراق الطاهر. إن شاء الله قيادة عمليات نينوى بقواتها المسلحة وبالجيش والشرطة قادرة على وضع الخطط فيما يخص المناسبات الدينية والمناسبات العادية والخطط العملياتية. نهنئ الأمة الإسلامية عامة ومراجعنا العظام وعلى رأسهم السيد علي السيستاني دام ظله، وشعبنا العراقي العزيز، وأبناء مدينة الموصل بشكل خاص، وكما نهنئ السيد دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي المحترم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليهم جميعا باليمن والبركة والأمن والاستقرار. وفي هذه المناسبة نعاهد أبناء شعب العراقي وأبناء الموصل بأن الأجهزة الأمنية ستبقى عيون ساهرة يقظة من أجل متابعة العناصر الإرهابية والقضاء عليها من أجل أن ينعم هذه المحافظة بالاستقرار والأمن. إن شاء الله خلال العيد هناك خطة أمنية خاصة وضعتها قيادة عمليات نينوى وأيضا الأجهزة الأمنية من أجل راحة المواطنين والحفاظ على أمنهم خلال أيام العيد المبارك، إن شاء الله تمر بخير وسعادة وسرور. بمناسبة عيد الأضحى نقدم التهنئة للقادة العام للقوات المسلحة المحترم ولكل القادة العسكريين وكذلك لكل المقاتلين في القوات المسلحة البطلة بهذه المناسبة، كما نقدم التهنئة إلى رئيس هيئة الحشد الشعبي وقادة الحشد الشعبي المجاهدين ومقاتلين الحشد الشعبي بهذه المناسبة. إن شاء الله نتمنى التوفيق لكل الحجاج للعودة إلى العراق سالمين إن شاء الله، وكذلك التهنئة إلى خاصة إلى أهلنا وأخواننا في الموصل، إن شاء الله أمن واستقرار إلى مدينة الموصل ومحافظة الموصل ولكل العراق إن شاء الله أمن واستقرار جميع للجميع إن شاء الله. قيادة الحشد الشعبي هي ضمن قيادة عمليات نينوى، وقيادة عمليات نينوى في كل المناسبات الخاصة في العيد أو المناسبات الأخرى الخاصة في أمن الموصل هي قطاعات الحشد الشعبي ضمن قطاعات قيادة عمليات نينوى. وبالتالي الحقيقة وجهنا كل المقاتلين في الحشد الشعبي عليهم أن يكون هنالك تعاون مع الأجهزة الأمنية ومع قيادة عمليات نينوى ومع كل الوحدات العاملين ضمنها، وكذلك أكدنا أن يكون في هذه المرحلة أن تكون العلاقة طيبة بين الحشد الشعبي لكونهم هم أبناء هذه المحافظة وهم من المضحين في محافظة نينوى، وعليه يجب أن تكون العلاقة طيبة والعلاقة وثيقة بينهم، وكذلك الاستفادة من أخوانهم في المحافظة فيما يخص الوضع الأمني والمعلومات الاستخبارية، من الضروري في هذه المرحلة.